بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم هاد السيدة عندها الطلامط، هادو عندها واحد في 2.50 متر، واحد في 2 متر، والاخر توا في 2 متر، وعندها مخاد عندها 78، وعندها 2 صغار كما كتشوفوا. تكون باقين في حالة جيدة. المهم كتطلب فيهم 250 درهم. الرقم الهاتف ديالها هو 06-18-22-08-28. كتكون في الولفة. كذلك نفس السيدة هي عندها هاد التلامط ديال الشوني، باقي مزيانين، مخاد ديال 70، عندها 14 مخدة، وعندها 5 تلامط، واحد فيه 42، واحد فيه 22، واحد فيه 73، واحد فيه 120، واحد فيه 2 متر. كطلب فيهم 600 درهم. مدينة الولفة، كازا كتكون في الولفة. رقم الهاتف ديالها 06-18-22-08-28. اللي بغى شي حاجه يتواصل معها، والله يسرع الجميع. راه كترسل لجميع المدن. السلام عليكم. وكاينة السيدة عندها طلامط ديال المبرة، باقي شي حاجة زوينة أنيقة قنقية، عندها وحدة هادي فيها 24، والأخرى فيها 2.30 متر، والأخرى فيها 4.60 متر، والأخرى فيها 2.30 متر، وعندها 16 مخدة، عندها دوفاس مخدومة على دوفاس، و 12 خدية صغيرة. هي من مدينة الدار البيضاء، كطلب فيها 1800 درهم. الرقم الهاتف هو 07-06-03-74-83. اللي بغاها مرحبا وألف مرحبا. قنقاية شي حاجة زوينة. أعيد الرقم 07-06-03-74-83. مدينة الدار البيضاء. المعلومات كلها غتلقاوها على الورقة. السلام عليكم ختمة القناة، كديرة لاباس عليك؟ هانية أمور كلشي مزيان اختي، الله يسهل أمرك. بغيت نحط عندك هاد الطليمطات، هاهوما كاينة 10 متر ديال التوب، 10 متر ديال الثوب. اللي بغا اللي عنده صالون كبير راه غادي نزيدو في الميتراج ديال الثوب، ماشي مشكل. فهمتي اختي؟ كاين 10 متر ديال الثوب حاليا، وكاين 10، كاين 13 خدية. هانتي اختي روم تروز، هانتي اختي، وكاينين 4 خدية صغار بحال هكايا، كاينين 4 خدية صغار طوالين. هانتي اختي روم تروز، هانتي اختي الثمن ديالهم. نمرة التليفون 06-32-21-63-33. هانتي اختي كازا، اللي بغاهم اختي اتصل بيا. الثمن ديالهم، هانتي اختي الثمن ديالهم 34 ريال. اللي بغاهم اتصل بيا ورا نتفاهم انا وياه، نتفاهم تقد معاه الثمن. السلام عليكم اختي مولات القناة، كديرة لاباس عليك؟ هانية أمور كلشي بخير ولا خير؟ الحمد لله حبيبي، اللهم لك الحمد. الله يحفظك اختي. لوحي ليا عندك الطليمطة تا هما، راه كاينة 10 متر ديال التوب و10 الخديات،
وجوج ديبارات بحال هادا، وربعة خديات صغار بحال هكايا. هانتي اختي اللي بغاهم، نمرة التليفون 0632 21 63 33. كازا اختي هانتي هما اللي بغاهم، راه ما عمرهمش مزيان، انا عمرتهم باش نصورهم. التصوير في الحقيقة ما عاطيهمش حقهم. هانتي اختي، هانتي اختي الثمن 1000 درهم اللي بغاهم. مرحبا كازا هانتي اختي اللي بغاهم، راه خيط ليهم ديك الخديات صغار طوال بحال هكايا اللي سيكونوا قدام. هانتي اختي اللي بغاهم 8000 درهم اللي بغاهم. مرحبا. السلام عليكم اختي، عندي هاد لاسبيغاتور، هادي لا مارك ديال، هي هادي ايطاليا، شي حاجه زوينه بالفلتر. هنا هذا فلتر كيف ما كتشوفوا، شي حاجه زوينه باقا نقيه وديال ايطاليا كيف قلت. 600 واط اسبيراسيون زوينه، فيها واحد لاسبيراسيون زوينه، غادي نجربها معكم. بسم الله. لارونش ديالها حتى هي طويله، هنا فيها البليس وهنا فيها الموا كيف ما شفتوا معايا، هنايا فيها البليس والموا، فيها هكا كتزيدي وكتنقصي بالنسبه للشطابه ديالها. بطبيعه الحال كنخرجوها على حسب واش بغيتي تشطبي بها الارض ولا الزرابي ولا الباركي، على حسب كل وحده وشنو عندها. لارونش ديالها تبارك الله طويله، ها هي انايا دايراها، وها هي مازال شيطه. يعني هادو اللي كيكون فيهم الخيط احسن من دوك اللي كيتشارجاو. صراحه انا ما كنحطش اللي كيتشارجاو تقريبا، ما عمرني ما جبت شي وحده هكا كتشارجا. هادو اللي بالخيط صراحه مضمونين وزوينين، المهم سهله في التركيب وسهله في الخدمه وحاجه زوينه كيف قلت. لاسبيراسيون زوينه. بالنسبه للبولا هذاك الانفو كديري الخيط كتشعل، هنا كتقدري تنقصي في الفوليم عفوا في لاسبيراسيون، هنا كتزيدي. بطبيعه الحال هذه هي لاسبيراتور ديالنا، سهله في التنظيف، ملي تيعمر لك الفلتر ديالها ما كتحيديه وكتغسليه وترجعيه للبليصه ديالو. وهذا الشيء اللي كاين، كندير ارسال الى جميع المدن، الثمن ديالها 350. اللي بغاتها مرحبا و1000 مرحبا. تواصل معي على رقم 0714 26 56 81. شكرا والى اللقاء. والله القناه كي دايره لاباس عليك، الله يجازيك بخير اختي. كنت نحط عندك الطليم تاتا، هما راه كاينين 8 الخديات ديال 70، وكاينين 3 لي بتيكادو بحال هكايا وحدهم بهذا الشكل هذا، وكاينه 7 مترو ديال الثوب. انت اختي اللي بغاها نمرة التليفون 0632 21 63 33. انت اختي اللي بغاهم 16 فريال، هما اختي الله يحفظك اللي بغاهم. انت 800 درهم. اللي بغاهم يتصل بيا، اللي بغاهم مرحبا. السلام اختي مولات القناه، كي دايره لاباس عليك هانيه اختي، الله يجازيك بخير. لوحي لي عندك هاد الطليمطات، ها هما راه كاينه 10 متر ديال الثوب، وكاينه 10 الخديات، وكاينين 3 خديات صغار بحال هكايا. هانتي اختي نمرة التليفون 0632 21 63 33. كازا هانتي اختي اللي بغاهم، تمن 1100 درهم. هانتي اختي اللي بغاهم مرحبا. هانتي اختي هانتي رحمة الله وبركاته، كي دايره اختي بخير لاباس عليك، واش مبروكه بالصحه والسلامه. انت اختي عندي واحد الزربيه كانيش في البوردو، ها هي المتراج فيها 3 في الطول، 3 متر في الطول وجوج في العرض، ها هي باقا مزيانه. انتي داك البوردو ديالها خاصه واحد التصايبينه. المهم هاي الزربيه باقا مزيانه، ما فيها حتى شي، ما فيها حتى شي مشكل. الزربيه اختي طالبه فيها 12000 ريال، قابله للتفاوض واحد شويه. انت اختي عندي هذه الماكينه ديال الرباطي، ها هي انا حلاها، ها هي عندها المهم هاد ديالها كلشي، ها هما الماكينه ماركه سانجير.
المهم اللي خداها غادي يدير لها الزيت ويقادها، راه خدامه. ها لي زاكسسوار ديالها، داكشي الكانيط وداكشي اللي ها هما كلشي كاينين هنا في هاد البواطات. ها الموتور ديالها. المهم اختي هاد الماكينه كنطلب فيها 18000 ريال، اللهم يسر. انا كنسكن في كازا بورغول، رقم التليفون 06 94 13 81 05. اعيد 06 94 13 81 05. اللهم يسر، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. وكنشكرك اختي بزاف كثيرا على هذه القناه، الله يجازيك بخير واعانك الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم جبنا لكم هذا اللون، يعني الاكثريه كيطلبوه بزاف، هو الباش طوب، كيصبر الوسخ وميم طون، يعني زوين في في في, في النظره، وكيبين لسباس للصالون. يعني الباش طوب والدوغي كيجي يعني شي حاجه رائعه. كيف ما كتشوفوا المخد على هذا الشكل، هذا دو فاز، درنا لكم جوج مخدات باش يبان لكم الفاس اللوراني والقدامي، دايره كلها بالكابلي واللسانات والقالون، ودخلنا ليها الديلابي في الوسط باش يعطيها جماليه اكثر. اللي بغى يدير المخده بحال هكا سامبل كتجي زوينه، واللي بغى يديرها طخو شارجي حتى هي كتجي احسن. بغيتي ديري مخده هكا ومخده هكا، كل واحد على حساب الذوق ديالو والاختيار ديالو. هاد الداره فيها 10 المخاد ديال 90 على هاد الشكل، وفيها 13 متر من الطروه بياس ديالو. كيف ما كتشوفوا الطلميطه راه مختلفه، يعني كتفصلي الطلميطه على حساب المتراج اللي عندك، واللي شاط راه كديريه لي كالدو ولا لي بيتي كوسان، كيجي رائع. لي بيتي كوسان كيجيو بحال الطلميطة، كتجي حاجة مزيانة. بالنسبة للثمن 1150 درهم، حنا دائما معاكم في العروض والتخفيضات والهوتات، مرحبا بكم البنات وألف مرحبا. ثمن 1150 درهم. اللي بغى شي حاجة يتواصل معنا على 06 00 06 04 34 63 75. مرحبا وألف مرحبا. بسم الله، السلام عليكم. أنا عندي هاد الطاس، ها هو من الأولاني، تقيل 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 تقيل، وتحتها سطران اللون الأحمر. كنطلب فيه 500 درهم، راه مستعمل وثقيل بمعنى الكلمه. والله ما قدرت نحركه بيدي، بيد وحده. عندي هاد الطبيقه، ها هي راه كبيره حتى هي، نقش فيها رقيق بلدي. سمحوا لي التصوير، التصوير عندي ضعيف. مهم نقش غزال فيها، راها كبيره الطبيقه 500 درهم. وعندي هاد السطيله، ها هي د الحمام كبيره عفوا، تنطلب فيها 350 درهم. اللي بغاها، اللي بغا سطيله طبيقه طاس، الف مرحبا. رقم الهاتف ديالي 07 14 43 33 74، كازا، وشكرا. السلام عليكم، كاين هاد لامط هذا ديال مبره في الكري والبيج، لامط مبره ديالهم راها محفره، ما كتشوفهم هذيك الثقيله، ها هي والاولى ديك القديمه الاولى. فيهم طلميط واحد فيه 2.10 متر، والطلميط الثاني فيه 3.50 متر. هما جوج ديال الطلاميط ولكن راه كبارين، واحد كبير في الميتراج كيغطي جوج دادر. وبالنسبه للمخاد كاينه 6 ديال المخدات. المخاد راهم جدادين عاد مفصلين، حتى هما المبره ديالهم زوينه كتجي مورده هكا، عاد مفصلين كما كتشوفوا، جايين في الكري، المخاد موردين في الكري وطلامط في الكري، وفيهم شويه الباج. اللي بغا مرحبا، الثمن ديالهم 300 درهم تقريبا، راه كيغطيو شي 3 ديال السدادر، يعني راه 3.50 متر. هذا راه كبير، فيه 3.50 متر.
شير كتجي كتماوج كتعطي كري مفتوح وكري مغلوق. هذا طويل كيغطي جوج سدادر يعني راه فيه جوج متر وفي متر وخمسين، وكاين هذا فيه جوج وعشرة. والمخاد كاينين ستة الخديات مخاد جدادين عمرهم ما تستخدمو يعني يلاه تخيطو كما كتشوفو. اللي بغاو يتواصل معايا على 0771 24 80 85 واللي فريزون جميع المدن ان شاء الله باقيين غزالين فني المبرا ديالهم غزال غزاله. يعني حتى اللي بغى يزيد يدخل ليهم مخاد يدخل معاهم خيدات في الباج هكا ولا في الصفيفر فهمتي يعطيو ديكور زوين. اللي بغاهم مرحبا. فك عندي اختي واحد الميكرووند، ها هو اختي ماركه مزيانه بغوند غنيه على التعريف، نقي ما فيه حتى شي حاجه ديال العيب. ها هو الشكل ديالو فيه حتى حاجه ديال العيب، ها هو في الكحل خدام اختي. ها هو فيه هاد الطبسيل ديالو فيه هاد الشبيكه بغاني نسخن شي حاجه. ها هو اختي من الداخل نقي فيه حتى حاجه العيب. نجرب معاكم. هاو فيه كاس الماء بارد درتو فيه. هاو هاي اختي هاو خدام سالي هادي هو الماء اختي غيسخن. هاو اختي الطبسيرة تيدور شي راهو الكاس والطبسيرة تيدور راهو خدام راه نقي ما فيه حتى شي حاجه العيب. مستعمل ولكن راه نقي، حنا ما نقولو جديد ولكن مستعمل ولكن باقي نقي اختي. بالنسبه اللي بغاه مرحبا بيه. فيه هاد ديال فيوند ديال اللحام الحوت بواسون. ها اختي فيه كلشي لي طاخ ديالو، ها المزايا اللي فيه فيه كلشي ديالو. كت اختي هنا ها الفار شي سخون ما فيه حتى حاجه اختي الفار ديالو سخون. اختي خدام ما فيه حتى حاجه ديال العيب. وفي بالنسبه لهادو اللي بغيتي تهبطي هادي انت اش هام شا كديري على حساب او اللحم ها هو الحوت دجاج. ها اختي حلوه ها شي كتهبطي على اللي بغيتي وكتميموري لي على الوقت وكيدير شي. بالنسبه للطياب ها اختي ها اختي اللي بغاه مرحبا بيه. ها اختي اللي بغاه مرحبا بيه. اختي 350 درهم 350 درهم نقي ما فيه حتى حاجة العيب. ها اختي ها شي حساب اللي بغيتيه تبارك الله عندو عندو لي توش تما راه كتحكمي فيهم في المسائل اللي بغيتي راه كيدارو. وعندو التوقيت عندو كلشي ها منين كيطفى. ها شي ها كيطفى من هنا خدام اختي الثمن 350 درهم او اللي بغاه مرحبا بيه. الماركه ديالو بروند ميكرون الثمن 350 درهم من الحساب 0 46 15 74 74 كازا الحي محمدي. شكرا بغا شي حاجه مرحبا بيه.